السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسة جديدة مع نيفين السيد رزق، أخصائية التخاطب والصحة النفسية. جلستنا اليوم عن أعضاء جسم الإنسان ووظائفها. هنتكلم عن أول عضو، رأس شعري وجهي وشي وجه، عين أذن ودن أسنان سنان، أنف مناخير لسان. هتكلم عن ضمير المتكلم وياء الملكية. الطفل هيصف كل عضو من أعضاء جسمه. عيني أشوف بيها أتفرج بيها على التلفزيون. عيني أتفرج بيها على التلفزيون. ودني أذني أسمع بيها الأغاني، أسمع بيها الأناشيد. أنفي مناخيري أشم بيها الوردة. أنفي أشم بيها العطر. أنفي أشم بيها مناخيري. فمي بقي آكل فيه. فمي آكل فيه. بقي أتكلم منه. بقي أتكلم منه. فمي أتكلم منه. أسناني. دي أسناني. أقطم بيها التفاح المقرمشات الشيبسي. لساني أدوق بيه الآيس كريم. إيدي يدي أكل بيها إيدي اليمين. أشرب بيها إيدي اليمين. أكتب بيها إيدي اليمين. أرسم بيها. ألون بيها إيدي. أسلم بإيدي اليمين. أسلم على صديقي على زميلي بإيدي اليمين. ظهري. أنام على ظهري على السرير. أشيل الشنطة على ظهري وأنا رايح المدرسة. بطني ينزل فيها الأكل. الأكل ينزل جوه في بطني. بطني ينزل فيها الأكل. قدمي. أمشي بيها. قدمي أمشي بيها. قدمي أنط بيها. أجري بقدمي. أشوط الكرة بقدمي. هنتكلم عن الأعضاء الثنائية اللي في جسم الإنسان. هنتكلم عن العين. عيني اتنين. أذني 2. ودني 2. ودني 2. إيدي 2. إيدي اتنين. قدمي 2.
2 قدمي 2 2 2. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتستفيدوا، تكون استفدتوا منه وتفيدوا أولادكم، وانتظروني إن شاء الله في جلسة جديدة، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.